ملف التسجيلات الآن نحن جاء مفردين له حاجة يعني محاور كاملة، نعم. ولكن الآن موضوع غارزيتو هيواصل مع الهلال إن شاء الله بإذن الله. مدير أعماله، في كلام أنه مدير أعماله جاي ولسه إن شاء في الله التفاصيل. كوننا لجنة برضو من مجلس الإدارة، الآن اللجنة إن شاء الله حتلتقي بالوكيل أعماله وحتلتقي بالمدرب، وان شاء الله يصلوا لاتفاق يرضينا ويرضي جمهور الهلال ان شاء الله. خرجت احاديث الليله عن مواصله للموسم القادم.